على الهواء مباشرة ينضم إلينا الآن شبكة مراسلي يو تي في، معنا مشرق المنصور من إربيل ومن السليمانية حسام الكعبي ومن دهوك محمد سالم ومن العاصمة بغداد أحمد مؤيد. إذن أهلا بكم مرة أخرى. يعني بمن نبدأ؟ هناك واضح في احتفالات موجودة بالقرب في محافظات الإقليم، رح نبدأ أكيد من أربيل مع مشرق المنصور. ما مؤشرات، ما تداعيات النتائج التي أعلنت عن انتخابات برلمان الإقليم على مدينة أربيل؟ نعم، مساء الخير. أعتقد أن المشهد واضح، الأعلام الصفراء هي أكثر ما نراه الآن في قلعة أربيل، وهي أهم الأماكن الموجودة في أربيل وعموم إقليم كردستان. احتفالات صاخبة منذ ساعة وأكثر من ساعة بعد حساب. نقدر نشوف الكاميرا تتجول وانت مو بضرورة تطلع الكاميرا. زميلنا سامان نعم ممكن. خلينا نشوف زميلنا سامان يوجه وانت الكاميرا تتحدث إلى المحتفلين. نعم نعم، طبعا هذه الاحتفالات جاءت بعد تأكد الحسابات التي أصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني عن طريق مراقبيه وعن طريق وسائل إعلامه بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الفائز. هذه الاحتفالات تعززت بعد إعلان النتائج بشكل رسمي، وتأكدت بعد أن أعلنت المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي لم تعلن ذلك، أعلنت النتائج بشكل عام، ولكن بعد الحسابات تبين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل عام في إقليم كردستان يتفوق ويتصدر عن أقرب منافسيه ب16 مقعدا، يعني المركز الثاني يبتعد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن البارتي ب16 مقعدا، هذا في عموم الإقليم. في أربيل 17 مقعدا، وبالمركز الثاني 6 مقاعد، والمركز الثالث 5 مقاعد. إذن هو بارزانيا. أما عربي؟ إيه نتكلم عربي. إحنا مواطنين أهل كردستان، إحنا اليوم فزنا يعني شيء درجة أولى، ونتمنى من أهل كردستان. إحنا عندنا الرئيس الزعيم مسعود البرزاني. مبروك مشكور منكم، شكرا. إذن يعني كما تلاحظون أن هنا جمهور الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتشرون في أربيل بكثافة بعد تصدرهم لهذه الانتخابات. كان هناك بيان رسمي من قبل رئيس الإقليم نجرفان بارزاني، وهنأ الشعب الكردي وقال أن هذه العملية الانتخابية، العملية الديمقراطية تصب في صالح شعب كردستان، وأكد على قال في بيانه أن نتائج هذه الانتخابات تمثل تجديدا، وضع خطين تحت كلمة تجديدا لشرعيات مؤسسات الإقليم، بمعنى كما نعرف جميعا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشغل منصب رئيس إقليم كردستان ومنصب رئيس الحكومة. فجاء ضمن بيان رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني أن نتائج هذه الانتخابات تمثل تجديدا لشرعية مؤسسات الإقليم، في إشارة واضحة لفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إعلان النتائج الرسمية من قبل المفوضية. في نفس السياق هناك 181 شكوى بمجموعة من التصويت الخاص والعام، 71 شكوى في التصويت الخاص، والبقية كانت ضمن التصويت العام، سيتم البت بها خلال الأيام القادمة. لكن النتائج أعلنت وتبين كم لكل مرشح جاءت إليه من الأصوات في أربيل 34 مقعدا، كان نصفها من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني. 50% من الأصوات في أربيل هي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وباقي الأصوات توزعت على باقي الأحزاب. في المركز الثاني الاتحاد الوطني الكردستاني بفارق بعيد ب6 مقاعد فقط، و5 مقاعد لحزب الجيل الجديد. نعم. الأجواء هذه المنطقة اللي أنت متواجد بها مشرق، المنطقة المتواجد بها، يعني وين أنت الآن؟ أنا في قلعة أربيل، في ساحة قلعة أربيل قرب سوق القيصرية، هذه أحد أهم المناطق في أربيل وفي إقليم كردستان. الجميع توجه إلى هذه الساحة، هي الساحة مخصصة للاحتفالات عادة يعني وتجمع نعم. هناك في الساحات القريبة أيضا هناك تجمعات للمشاة، حتى أنه اضطرت المرور لجلب عربات مرور لتهيئة الطريق بعد أن قطع المحتفلون الطريق بسبب يعني كثافتهم.
الأعلام الصفراء كثيرة وهو علم الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب خلينا ننتقل من أجواء أربيل الروح إلى السليمانية ويا حسام الكعبي. حسام، الباكجراوند ما تقدر أشوفك احتفالات واضح، وهي تداعيات النتائج التي أعلنت من قبل المفوضية. تكلمنا عن الأجواء، تكلمنا عن تداعيات إعلان النتائج الأولية بالسليمانية. نعم ناطق، أنا أتواجد الآن في شارع سالم أو وسط شارع سالم، وحيث تشاهد ربما صورة واضحة، الاحتفالات مستمرة ربما منذ انتهاء عملية التصويت العام. أيضا بدأت الاحتفالات، وبدأت اليوم بعد يعني بعد يعني الساعات الأولى من بعد انتهاء العصر عفوا بدأت الاحتفالات، وخصوصا بعد الإعلان عن النتائج ناطق، أعداد كبيرة من المواطنين، ولا أتحدث عن يعني جماهير تابعة لحزب محدد، وإنما كل الجماهير في السليمانية. نعم. كل تحتفل على يعني بفوز مثلا ممثليها أو الحزب الذي اختاره. بالتالي ربما تحدثنا مرارا وتكرارا عن الوعي السياسي لدى أهالي السليمانية، الجميع هنا يحتفل بمجموعة من الفائزين، بالتالي نتحدث عن مختلف التوجهات ومختلف الأحزاب، لكن بالتالي الجميع يحترم الجميع والجميع يحترم رأي الجميع. ليس فقط شارع سالم يشهد الاحتفالات، بل هنالك شوارع عدة أيضا، وكل المكانات تتجمع فيها العوائل، وأيضا الشوارع الأخرى يتجمعون فقط فيها الشباب، وكما هو معروف الشباب يعبرون عن يعني فرحهم عن طريق إطلاق العيارات أو الألعاب النارية، وأيضا السير بالعجلات وإطلاق يعني هورنات السيارات، وإضافة إلى الاستعراضات بالدراجات النارية. هذه الأجواء الآن في السليمانية، وأعداد كبيرة ناطق، وكأن هذا شارع سالم كأن اليوم يشبه أيام أعياد رأس السنة وأعياد الفطر والأضحى. بالتالي كنا نشاهد هذه المشاهد والاحتفالات عند فوز المنتخب أو عند حلول عيد رأس السنة أو عيد المسلمين، عيد الأضحى أو عيد الفطر. الجميع راضي وأيد ما أعلنت عنه الانتخابات من نتائج وأرقام. هنالك ربما عدد من الشكاوى التي تقدمت بها الأحزاب أو الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم للبرلمان الكردستاني، لكن بالتالي ننتظر إعلان النتائج النهائية، وبالتالي ربما بحسب المراقبين والخبراء أنها لن تؤثر كثيرا على النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية. ربما يعني أصوات قليلة ولا تؤثر، خصوصا وأننا نتحدث عن قانون الانتخابات الخاص بإقليم بس كردستان. حسام تنتبه يعني هذه المشاكل والشكاوى، يعني الإطلاقات النارية يعني قريب عليك، والسيارات أيضا، يعني نريد أن نتحافظ على نفسك أيضا. يعني هناك فرح كبير واضح من خلال الناس اللي انتشرت بالشوارع بصورة تلقائية. يعني طبعا يعني رح أنتقل الآن ناطقهم. نعم عندك شيء. الجمهور أيضا تجمع يعني بالقرب من يوتيفي عندما شاهد أن يوتيفي تقوم بنقل هذا الاحتفال. بالتالي إذا تشاهد السيارات والمواطنين هم يتقربون من كاميرا يوتيفي حتى يظهرون عبر الشاشة، وبالتالي نحن أيضا نريد أن ننقل ما يحدث الآن، ويعني ننقل أفراح المواطنين هنا في السليمانية. طيب أنا أشكرك حسام، يعني خليني أنتقل وأسافر إلى دهوك. ومحمد سالم، انت قلت انه راح تبدا الاحتفالات في دهوك بعد اعلان النتائج الاوليه، الان اوصف لنا المشهد في محافظه دهوك. نعم ناطق، يعني لليوم الثاني على التوالي محافظة دهوك تشهد احتفالات. حقيقة يوم أمس بدأت الاحتفالات من بعد الساعة 10 مساء وحتى ساعات الفجر، ربما 4 أو 5 فجرا، واليوم أيضا يعني ربما نفس الموضوع. الآن بدأت بوادر الاحتفالات تظهر شيئا فشيئا، ومن المتوقع أن تصل ذروتها مع الساعة 11 أو 12 ليلا. حقيقة يعني في دهوك الكل فرح
بنجاح الانتخابات. يعني حتى الشكاوى 26 بحسب خبراء ويعني قانونيين لن تؤثر في نتائج الانتخابات. وأيضا يعني هنالك 7 صناديق لم ترسل بياناتها، سيتم عدها وفرزها يدويا يوم غد في مقر مكتب انتخابات دهوك. هذه أيضا لن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخابات. يعني ما حصل في دهوك هو بالمجمل اكتساح للحزب الديمقراطي الكردستاني. لو جئنا إلى حساب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الأخرى لن تصل إلى ربع ما حصل عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك. الكل يعلم أن يعني محافظة دهوك هي من أكثر المحافظات المؤيدة للحزب الديمقراطي الكردستاني. أيضا يعني نسبة التصويت هنا كانت الأكبر بين جميع محافظات الأقليم، وبالتالي يعني هناك فرح كبير بما انتهت عليه الانتخابات، فرح كبير بنجاح مفوضية الانتخابات بالمهام التي أوكلت إليها والتي استمر التحضير لها لستة أشهر. كما علمنا من مكتب انتخابات دهوك حصدت يعني بعدها هذه النتائج المرضية. يعني حقيقة يوم أمس كان يعني يوم أمس شوارع دهوك أغلقت بالكامل بالسيارات والمحتفلين، واليوم أيضا يعني هنالك حتى تحضيرات من رجال الأمن وتحديدا رجال المرور. هنالك بدأ انتشار كبير في شوارع دهوك استعدادا لهذه الاحتفالات التي ربما ستبقى لساعات الفجر كما حدث يوم أمس وفجر اليوم. نعم ناطق. طيب انتقل للعاصمة العراقية بغداد ويانا أحمد مؤيد، وإحنا معتادين أحمد أنت أول المتحدثين من المراسلين، لكن اليوم أنت في الآخر. أنت حضرت أيضا يعني المؤتمر الصحفي للمفوضية بإعلان النتائج الأولية، تداعيات هذا الإعلان بالنسبة للأكراد للكرد الذين صوتوا في بغداد، ماذا تقول عنهم؟ ما الجديد لديك في العاصمة؟ ناطق، ربما الأجواء في بغداد لا تشبه الأجواء كما في السليمانية وأربيل ودهوك، على اعتبار أنه الخصوصية الجغرافية لانتخابات برلمان إقليم كردستان يعني تفرض نفسها على اعتبار أنه الحدث هذا في إقليم كردستان. لكن ربما هذه أول مرة في هذه الانتخابات وعلى مدى كل الانتخابات الماضية أنه يكون مركز انتخابي في بغداد لكبار الشخصيات وعوائلهم وعدد من الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية هذا الحدث من الكرد. بالتالي يوم أمس شهد فندق الرشيد مركز انتخابي يشرف عليه المكتب، مكتب مفوضية الانتخابات في جانب الكرخ، أشرف على تنظيم هذه الانتخابات، وإن كانت المشاركة خجولة جدا على اعتبار أنه أغلب السياسيين الكرد الذين يتواجدون في بغداد قد تواجدوا في إقليم كردستان، ربما وجودهم قد يكون معنوي بالنسبة لجماهيرهم والمصوتين. لكن رئيس الجمهورية كان حاضر، عدد من موظفي الرئاسات الثلاث كانوا حاضرين، صح العدد قليل، لكن تحدثت مفوضية الانتخابات على أنه هذا الإجراء هو الأول من نوعه، وهذا يعكس مدى التفاهم والانسجام الكبير بين الإقليم والمركز، بدلالة أنه مفوضية الانتخابات في بغداد هي من أشرفت على هذه الانتخابات، وهي ليس الإشراف الأول. ما أكدته المفوضية أنه كانت قد سبق يعني في سابق الانتخابات الماضية أنه أشرفت مفوضية الانتخابات في الحكومة المركزية على انتخابات إقليم كردستان. الفرحة موجودة على أعضاء مفوضية الانتخابات على اعتبار أنهم نجحوا بشهادة أهل الإقليم والسياسيين في إقليم كردستان قبل أعضاء المفوضية، أنه لم تسجل أي خروقات تذكر في عملية الاقتراع. الاستعداد كان جيدا جدا بحسب المراقبين والمتابعين لقضايا الانتخابات والمختصين بقضية الانتخابات. ما أريد أن أذكره يا ناطق أنه الإعلان الأول اليوم الذي حصل في المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير قابل للطعن، على اعتبار هي نتائج أولية، بعدها ستكون هنالك فترة لاستلام الطعون، عفوا الشكاوى، بإحصائية سريعة. يعني هنالك 189 شكوى إلى الآن، منها 71 شكوى بالاقتراع الخاص. أي نعم. وعدد المحطات الغير معلنة 26 محطة، هذه سيتم إضافتها
بعد يعني بعد أيام على الإجمالي. بالتالي يعني قد يكون هنالك تغير بسيط جدا ولا يكاد أن يذكر بعدد الأصوات التي حصلت عليها أو حصل عليها المرشحين من الكتل السياسية. المفوضية تؤكد أنه بعد استقبال الشكاوى والنظر في الشكاوى سيكون هنالك إعلان نهائي للنتائج. بعد الإعلان النهائي للنتائج ستكون هنالك استقبال للطعون. يعني بطبيعة الحال أي كتلة ترغب بإجراء طعن على نتيجة معينة بمحطة معينة بمحافظة معينة بالإمكان أن تطعن بنتيجة هذه المحطة أو هذا المركز. نعم. بعد دراسة الطعون وعرضها على القضاة المختصين المفوضية ستعلن عن المصادقة على نتائج الاقتراع الخاص ببرلمان إقليم كردستان. ما تؤكد عليه المفوضية هي يعني وجودنا ببغداد ننقل ما تقوله المفوضية في بغداد أنه أثناء عملية العدوى الفرز اليدوي التي ستحصل في المكاتب بكل محافظة لم يكن هنالك عدوى فرز يدوي للمحطات التي لم ترسل نتائجها من خلال العد الإلكتروني. بعض المحطات قد يكون هنالك خلل في الأجهزة. سيكون هنالك عدوى فرز يدوي في كل محافظة، في أربيل بأربيل وسليمانية ودهوك بحضور ممثلي الكتل السياسية الكتل المشاركة والمنظمات الدولية الحاضرة. اليوم بذكر المنظمات الدولية الحاضرة كان عدد من المراقبين الدوليين موجودين داخل مفوضية الانتخابات وراقبوا إعلان النتائج الأولية. وعلى ما يبدو من خلال الابتسام اللي شفناها بوجوههم يبدو ان هنالك ارتياح للانتخابات بصوره عامه، على اعتبار لم تكن هنالك اعتراضات حتى اللحظه على اقل تقدير على عمل المفوضيه او على النتائج الاوليه. ناطق، يعني احنا نبارك طبعا لشعب اقليم كردستان على نجاح هذه الانتخابات، وانا ايضا ابارك لكم جهودكم الاستثنائيه التي جعلتكم صحفيين من الطراز الاول لمتابعتكم اولا باول لكل اخبار العمليه الانتخابيه باقليم كردستان. أقدم لكم الشكر مشرق المنصور من إربيل، حسام الكعبي من سليمانية، ومحمد سالم من دهوك، وأحمد مؤيد من بغداد. شكرا لجهودكم الحقيقية. شكرا لكم.